انا كان في فيديو من 3 ايام 4 ايام كده شفته قديم من السنه اللي فاتت. الدكتور معيط اللي هو وزير الماليه، نعم محمد معيط، بيقول نادي الزمالك معلوش فلوس. هو اول نادي معلوش فلوس. انا شفته، ماليش بقى دعوه، ده بعيد عن مرتضى، ولا ليا دعوه باي حاجه. انا واحد عندنا في الشؤون الماليه في النادي جابولي، قال لي انا بساله ايه المشاكل اللي عندنا الماليه، ايه ما هو ممكن عندنا مشاكل ماليه ما تتحلش. بس طلع كلام من 3 4 شهور انه الضرايب عملت، والضرايب راح مطلعين بيان قالوا لا ما حصلش الكلام ده، انه الضرايب تنزلت او ثابت، قالوا لا في اجراءات بتتعمل، وفي يعني الضرايب طلعوا بيان انه في فلوس على نادي الزمالك. طبعا ودي فلوس البلد، يعني فلوس الحكومه، ده خط احمر، لازم الكل ده لازم لازم دي الفلوس دي هتروح لهم كويس، بس نعرف قد ايه. وبعدين انا زي ما بتكلم انا يعني شويه بفكر.